بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 49. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة. وإن كانت أم وبنتها ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها، لأنها أم زوجته فتحرم بقوله سبحانه: وأمهات نسائكم، فتدخل في عموم الآية. وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما فحرمت على التأبيد الأم لأنها أم زوجته، والبنت لأنها رقيبته من زوجته التي دخل بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زال الكلام المحرمات النكاح، ومن جملة المحرمات أم الزوجة، قوله تعالى: وأمهات نسائكم، وكذلك بنت الزوجة، لكن بشرط أن يكون قد دخل بأمها لا بمجرد العقد. الأم تحرم بمجرد العقد على البنت، وأما البنت فلا تحرم إلا إذا دخل بأمها، فلا يكفي مجرد العقد، لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، بهذا الشرط. فلو قدر أنه عقد على أم وبنتها في آن واحد، عقد على بنت وأمها في آن واحد، أو عقد على الأم أولا ثم عقد على البنت بعد ذلك، فإن الأم حرمت بمجرد العقد، فيبطل نكاح الأم وتبقى البنت. وإن كان قد دخل بالأم حرمت عليه الاثنتان: الأم لأنه عقد على بنتها، والبنت لأنه دخل بأمها، فتحرمان عليه على التأبيد، حرمان عليه على التأبيد، يعني لا يجوز أبداً بعد ذلك أن يتزوج واحدة منهما. نعم. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحو عنه من أهل العلم، والدخول بالأم وحدها كالدخول بهما، لأن البنت تكون رقيبته مدخولاً بأمها، والأم تحرم بمجرد العقد على ابنتها. وإن دخل بالبنت وحدها ثبت نكاحها وفسد نكاح الأم، لأن البنت لا تحرم إلا بالدخول بأمها ولم يدخل بها. والأم تحرم بمجرد العقد على بنتها. مسألة. وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة، أمسك منهن أربعا ويفارق سائرهن. إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة، لأنهم كانوا لا يتقيدون في الجاهلية، كانوا لا يتقيدون بعدد، تزوج الواحد منهم ما شاء من النساء، فأنزل الله سبحانه وتعالى التحديد بالأربع: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإذا أسلم كافر وتحته أكثر من أربع فإنه يخير بين أربع منهن، فإذا اختار أربعا بطل نكاح الباقيات، يقال له: اختر أربع مما عندك. فإذا اختار أربعا بطل نكاح الباقيات، لأنه زيادة على الأربع. نعم.
سواء كان من أمسكهم أو من اعتقد عليها أو آثمهم. كله سواء، عقود الكفار كلها سواء، ما في ميزة للمتقدم على المتأخر، لكنهم يقرون على عقودهم التي أجروها في حال الكفر، قرون عليها، ولا نقول كيف تزوجت وكيف عقدت، ما نبحث عن هذا، لأن الكفار كانوا يسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسألهم عن عقودهم، بل يقرهم عليها إلا إذا كانت مخالفة للشرع. نعم. لما سبق من حديث غيلان بن سلمة وروى قيس بن حارث، غيلان بن سلمة أسلم وتحته أكثر من أربع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر أربعا. نعم. وروى قيس بن حارث قال أسلمت وتحتي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك، فقال اختر منهن أربعة، رواه الإمام أحمد وأبو داود. وكذلك حديث هذا الحديث أسلم وتحته ثمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر أربعا. نعم. مسألة. وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين، وذلك أن حكم العبد فيما زاد على اثنتين حكم الحر فيما زاد على الأربع، أي أسلم وتحته أكثر من اثنتين اختار منهن اثنتين، كما قلنا في الحر إذا كان تحته أكثر من أربع يختار منهن أربعة. المملوك مراد بالعبد هنا المملوك، المملوك على النصف من الحر، فإذا كان الحر يباح له أربعاً أربع نسوة، فإن العبد يباح له اثنتان ولا يزيد على ثنتين. فلو أسلم عبد وتحته أكثر من اثنتين فإنه يخير ويقال له اختر اثنتين. نعم. مسألة. ومن طلق امرأة فنكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، لأنه إذا تزوجها في عدة أختها كان قد جمع بينهما في النكاح، لأن العدة من آثار النكاح، وكذلك الخامسة إذا تزوجها في عدة رابعة. الله تعالى حرم الجمع بين الأختين، فإذا تزوج امرأة ثم طلقها لم يجز أن يتزوج أختها حتى تخرج المطلقة من العدة، لأنها ما زالت في العدة، فإنها في آثار نكاحها، لأن العدة من آثار النكاح، فلا يجوز له أن يطلق المرأة ثم يتزوج أختها في الحال حتى تخرج أختها المطلقة من عدتها. كذلك لو كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة وقال أريد أن أتزوج بدلها، نقول له لا، حتى تخرج المطلقة من العدة، لأنها ما زالت في العدة فإن آثار النكاح باقية عليها، سواء كانت المطلقة بائناً أو رجعياً، لأن المعنى في العدة واحد، وهو أنها من آثار النكاح والاستبراء الرحم. وهذا محل لغز، يقولون رجل يلزمه أن يعتد، رجل يلزمه أن يعتد، العدة من خصائص النساء، لكن في هذه الصورة كأن الرجل أيضا يلزمه أن يعتد، يعني يصبر إلى تمام عدة المطلقة، ولا يجوز له أن يتزوج في مدة عدة مطلقته، كما أن المطلقة لا يجوز لها أن تتزوج في عدتها، كذلك هذا الرجل لا يجوز له أن يتزوج في عدة مطلقته، فكأنه معتد هو أيضا. نعم. فصل. ويجوز أن يملك أختين وله وقت أحدهما،
أن يتركوا الحلال لأنها ملكه. الله تعالى أباح وطئ ملك اليمين، قال تعالى: أو ما ملكت أيمانكم. فإذا ملك امرأة صارت مملوكة له فله منافعها، ومن جملة منافعها الوطئ، له أن يطأها، لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح. فإذا كان عقد النكاح يبيح الوطئ فعقد الملك أقوى من عقد النكاح، يبيح له الوطئ أيضا. هذا من ناحية التعليل، أما النص فهو ظاهر، قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم. فإذا ملك أختين جاز له أن يطأهما، وليس ذلك مثل النكاح، لا يجوز الجمع بين الأختين في عقد النكاح، أما في الملك فلا بأس بذلك. نعم. ويجوز ان يملك اختين وله وطئ احداهما فاذا وطئها حرمت عليه اختها حتى تحرم الموطوءه بتزويد او اخراج عن ملكه ويعلم انها غير كامل لان يكون جامعا بينهما في الفراش او جامعا معه في رحم اختين فاذا وطئ الثانيه معادة الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى في ذلك. وعمة الأمة وخالتها في ذلك أختها، وعنه لا يحكم الجمع بين الأمتين في الوقت. هذه الرواية الثانية التي قلنا، الرواية الثانية الإباحة، لأن الملك ليس كالنكاح، فيجوز أن يطأ أختين في ملك اليمين أو مملوكة وعمتها أو مملوكة وخالتها. أما الرواية الأولى فهو تحريم قياس الملك على عقد النكاح. نعم. وعنه لا يحرم الجمع بين الأمتين في الوقت، وإنما يكره لقوله سبحانه: أو ما ملكت أيمانكم. هذا مطلق، قوله أو ما ملكت أيمانكم مطلق، يدخل فيه نكاح الأمتين، يدخل في قوله أو ما ملكت أيمانكم. نعم. والمذهب الأول الرواية الأولى وهي التحريم. نعم. لأنه إذا حرم الجمع في النكاح لكونه طريقا للوطء ففي الوطء أولى. نعم. لأنه إذا حرم الجمع في النكاح لكونه طريقا للوطء ففي الوطء أولى. نعم. مسألة: وليس للمسلم إن كان عدلاً نكاح أمة وكتابية. نعم. وليس للمسلم إن كان عدلاً نكاح أمة وكتابية. أمة كتابية. مثل الصلاة. كيف؟ يمكن بالمثل على الصلاة. إيش يقول؟ وليس للمسلم إن كان عدلاً نكاح أمة كتابية. وليس؟ وليس للمسلم إن كان عدلاً. إيه نعم. نعم. ليس للعبد، ليس للمسلم، ليس للمسلم نكاح أمة كتابية، هذا في الحر واضح، لأن الله أباح للمسلم نكاح الحرة الكتابية، أما الأمة فلا يحل له أن ينكحها، لو ملكها لا يحل لها له أن ينكحها ما دامت غير مسلمة، لأن الله خصص ذلك بالحرائر، قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمحصنات يطلق هذا اللفظ ويراد به العفيفات عن الزنا، ويطلق ويراد به الحرائر، فهو لفظ عام. ولأن في وطئ الكتابية سبيلاً إلى استرقاق أولادها، فيكونون أولادها ملكاً لسيدها، وإذا كان سيدها غير مسلم فكيف يسترق أولاد المسلم؟
والعبد من باب أولى. إذا كان الحر لا يجوز له أن يطأ أمة كتابية فالمملوك من باب أولى. وإنما أباح الله للحر أن يتزوج الأمة المسلمة فقط. قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني الحرائر، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فخصص نكاح الإماء بشرطين: الشرط الأول عدم القدرة على نكاح الحر، بل بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم القدرة على نكاح الحرة. الشرط الثاني أن تكون هذه الأمة من المؤمنات، يخرج الكافرات. الشرط الثالث أن يخاف على نفسه العنت، ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تصبروا خير لكم. فأباح للمسلم أن يطأ أن يعقد على الأمة المملوكة لغيره، المملوكة لغيره، ثلاثة شروط: أولاً أن يعجز عن نكاح الحر، ثانياً أن تكون الأمة مسلمة لقوله من فتياتكم المؤمنات، الثالث أن يخاف على نفسه الزنا إذا لم يتزوج. فإذا توفرت هذه الشروط جاز للمسلم أن يتزوج المملوكة لغيره. نعم. أما مملوكته هو فهذه بملك اليمين، ما يحتاج. نعم. نعم. وليس للمسلم إن كان عبدا نكاح أمة كتابية، نكاح يعني العقد عليها. لأن الله سبحانه قال: من فتياتكم المؤمنات. نعم. يخرج الكافرات. نعم. وعده يجوز لأنه له وقتها في ملك اليمين، فجاز للنكاح كالمسلمة. على خلاف الآية. نعم. وردت حمال هذه الرواية وقال: إنما توقف الإمام أحمد ولم يقل له قوم. الخلال المراد به أبو بكر الخلال الذي جمع مسائل الإمام أحمد وأجوبته في كتاب عظيم يسمى جامع الخلال، وهو من تلاميذ الإمام أحمد. لم يدرك الإمام أحمد، وإنما هو من تلاميذ الإمام أحمد، وتعب على هذا الجامع وتتبعه وسافر إلى الأقطار وجمع أجوبة الإمام أحمد ورسائله، فصار هذا الجامع حاوياً لفقه الإمام أحمد، لكنه مع الأسف ضاع ولا يوجد منه إلا قطع يسيرة. يقولون أنه يبلغ 40 مجلد أو 30 مجلد، فلو وجد لكان مرجعاً في مذهب الإمام أحمد. نعم. ولكن الحمد لله فيما يعوض عنه، لأن مذهب الإمام أحمد ضبط ودون في المصادر المتنوعة. ولكن هذا الجامع لو وجد لكان فيه خير كثير، وصار وثيقة، صار وثيقة لمذهب الإمام أحمد. نعم. وهذا الإمام اللي هو الخلال أنكر هذه الرواية، وهي إباحة نكاح الأمة الكافرة، إباحة نكاح الأمة الكافرة للمسلم، لأنه خلاف الآية. إن الله تعالى يقول: من فتياتكم المؤمنات. نعم. مسألة: ولا يجوز لحر المسلم نكاح أمة المسلمة إلا أن تعيش قول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت. لا يقدر على نكاح الحرة ولا على ثمن الأمة التي يشتريها، هذا واحد، شرط واحد. الشرط الثاني أن تكون مؤمنة. الشرط الثالث أن يخاف على نفسه من الزنا إن لم يتزوج الأمة. نعم. لقوله سبحانه: ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والطول هو المهر، الطول هو المهر، ويطلق الطول ويراد به الغنى، كقوله تعالى: ذي الطول، في وصف الله سبحانه وتعالى أنه ذو الطول، يعني ذو الغنى. نعم. لقوله سبحانه:
ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتيات المؤمنات. الفتيات معناه المملوكات. فتيات معناه المملوكات. نعم. الى قوله تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم. هذا الشرط الاخير، الشرط الثالث، لمن خشي العنت اي التعب. العنت معناه التعب والمشقه، وذلك بخوف الوقوع في الزنا. نعم. لان بعض الناس يكون عنده شهوه شديده تطلع الى النساء، فلو لم يتزوج خشي ان يقع في الزنا، فاحصانا لفرجه اباح الله له نكاح الامه في هذه بهذه الشروط. نعم. اشترط شرطين، خوف العنت وعدم القول بحرمه ولا يجوز بدونهما. نعم. مسألة، وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين للآية. نعم. مسألة، وله نكاح أربع، أربع إما، يعني له نكاح أربع إما إذا توفر الشرطان، لأن الله أطلق قال فمن فتياتكم المؤمنات، هذا مطلق يشمل الواحدة والثنتين والثلاث والأربع. نعم. إذا كان الشرطان فيه قائمين، الشرطان يعني عدم القدرة على نكاح الأمة، على نكاح الحرة، وخوف العنت. نعم. الرضاع، الرضاع هو مص الثدي، مص اللبن، الرضاع هو مص اللبن من الثدي، وقد جعل الله الرضاع غذاء للطفل قبل أن يأكل الطعام. أول ما يولد الطفل لا يأكل الطعام، فجعل الله له عوضا عن ذلك الرضاع، وهو تغذي بلبن، بلبن المرأة. والرضاع يبحث من ناحية رضاع الأم لولدها، ويبحث من ناحية رضاع غير الأم، فيجب على الأب، يجب على الأب أن يسترضع لولده ويدفع تكاليف الرضاع، إما أن ترضعه أمه وهذا أحسن بلا شك، وإما أن يطلب من ترضعه من النساء بالأجر. وإذا أرضعته أمه فلها عليه أجرة الرضاع، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ولا جناح عليكم أن تسترضعوا أولادكم. إذا تستدعى الأمر أن أمه ليس فيها لبن أو أبت أن ترضعه، فإنه يجب على الأب أن يبحث عن مرضعة لولده ويدفع نفقتها، فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. الحاصل أن تكاليف الرضاع تكون على الأب، ولا يلزم الأم أن ترضعه إلا برضاها، فلو أبت أن ترضعه فإن الأب يبحث عن مرضعة، إلا إذا لم يوجد مرضعة وخيف عليه من الهلاك فإنه يلزم أمه أن ترضعه. إذا خيف عليه من الهلاك ولم يوجد مرضع فإنه يجب على أمه أن ترضعه. وفي وقتنا الحاضر، في وقتنا الحاضر تكاد قضية رضاع الأمهات، بل رضاع النساء للأطفال أن تفقد، وصار الأطفال يرضعون من ألبان البهائم واسطة الرضاعات، وهذا يحدث خللا كثيرا في طباع الناس، يحدث خللا كثيرا في طباع الناس وتغير صفاتهم، لأن لبن البهائم يؤثر على أخلاق الأطفال. نعم.
ففقدان رضاع النساء للأطفال خسارة عظيمة على المجتمع، وكون الناس يعتمدون على ألبان الحيوانات هذا فيه نقص عظيم، نعم، وخلل كبير يغير أخلاق الناس وطباع الناس وينقص كثيرا من منافع الرضاع. الله جل وعلا خلق هذا اللبن في المرأة لمصالح عظيمة لا يعوض عنها لبن البهيمة، وإن كان لبن البهيمة يغذي الطفل ولكن ليس هو كلبن المرأة. نعم. مسألة حكم الرضاع حكم النسب بالتحريم والمحرمية. فإذا أرضعت امرأة طفلا من غير أولادها صار هذا الرضيع ولدا لها، بقوله صلى الله عليه وسلم: تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وكذلك في قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فالرضاعة تثبت الحرمة في نص القرآن وفي السنة النبوية، لكن بشرطين: الشرط الأول أن تكون في الحولين، أما إن كانت بعد الحولين فإنها لا تثبت حرمة، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاع، وقوله صلى الله عليه وسلم: الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. فإرضاع الكبير لا يثبت الحرمة، وإنما الذي يثبت الحرمة ما كان قبل الفطام، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الرضاع خمس رضعات، فأكثر، فإن كان أقل من خمس رضعات فهو محل خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أن النصاب خمس رضعات فأكثر، لحديث عائشة: كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرمنا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. فإن كان أقل من 5 رضعات فهو محل خلاف. من العلماء من يقول يحرم مطلق الرضاع، ومن العلماء من يقول يحرم رضعة واحدة، ومنهم من يقول يحرم رضعتان، منهم من يقول 3، الخلاف كثير في هذا، لكن القول الصحيح هو أن النصاب 5 رضعات لحديث عائشة هذا. وضابط الرضعة، بعض الناس يفهم أن الرضعة هي الشبع، لا، ضابط الرضعة أن يمص الثدي ثم يطلقه لتنفس أو لانتقال إلى ثدي آخر ثم يعود إليه، فإذا عاد إليه مرة ثانية حسبت رضعة ثانية، وهكذا حتى يتم 5 مصات في كل مرة يترك الثدي ثم يعود إليه. هذا ضابط الرضعة، نعم. فيمكن أن تجتمع 5 رضعات في مجلس واحد، وربما تتفرق في مجالس، نعم. مسألة حكم الرضاع حكم النسب بالتحريم والمحرمية. بالتحريم، تحريم النكاح، تحرم المرضعة على رضيعها، فإذا أرضعت امرأة طفلا صار ابنا لها، وصارت محارمها محارمة، محارم المرأة يكونون محارم للرضيع كإخوتها وأعمامها وأخوالها وخالاتها، كلهم محارم للرضيع، ويكون أيضا ابنا لمن ينسب لبنها إليه، يكون هذا الرضيع ابنا لمن ينسب لبنها إليه، وتكون محارمه محارم
صاحب اللبن محارم للرضيع كإخوته وأخواته وأولاده من غير المرضعة، كلهم يكونون محارم للرضيع. ينتشر التحريم على محارم المرضعة وعلى محارم صاحب اللبن، ينتشر على الجميع، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذا في التحريم. وكذلك في المحرمية، في المحرمية يكون الرضيع محرما لأمه من الرضاع، ولأخته من الرضاع، ولخالته من الرضاع، ولعمته من الرضاع، كالنسب تماما. لا في النفقة ولا في الميراث. فلا يلزم الرضيع الذي رضع من امرأة أن ينفق على مرضعته إذا كبر، يعني صار رجل، لا يلزمه أن ينفق على أمه من الرضاع كما يلزم ابنها من النسب، ولا يلزمه أن ينفق على أبيه من الرضاع، ولا يلزم الأب من الرضاع أن ينفق على ابنه من الرضاع، وإنما هذا في النسب خاصة. وكذلك الميراث لا توارث في الرضاع، وإنما التوارث بالنسب. فالابن من الرضاع لا يرث أمه من الرضاع، الأم من الرضاع لا ترث ابنها من الرضاع، الأب من الرضاع لا يرث ابنه، والابن من الرضاع لا يرث أباه من الرضاع. الرضاع لا يثبت الوراثة ولا يوجب النفقة نعم، كما يثبت ذلك النسب. وإنما هذا في الحرمة، حرمة النكاح، وفي المحرمية فقط. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. هذا في المحرم، في حرمة النكاح. نعم. ومتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها، ويقبل الذي كان الجبل بوقته، صار الرضيع ابنا لها بالرضاع وابنا للرجل الذي ينسب إليه اللبن بحمل أو وطئ. نعم. فإذا حملت من رجل ثبت نسب ولدها منه، فزاد لها لبن فأرضعت به طفلا، صار ولد لهما في تحريم النكاح وإباحة، وفي الخلوة، في تحريم النكاح وفي الخلوة يجوز أن يخلو بها، والمحرمية يكون محرما لها، يجوز يسافر بها، هو يكون محرما لها كابنها من النسب. نعم. يجوز أن ينظر إليها وتكشف عن وجهها عنده ويخلو بها لأنه محرم لها. نعم. وثبوت المحرمية. نعم، في السفر، يعني ثبوت المحرمية في السفر. نعم. لكن لا يثبت ولاية، الرضاع لا يثبت ولاية، فأبوه من الرضاع لا يتولى، أبو البنت من الرضاع لا يتولى نكاحها، وإنما يتولى نكاحها أبوها من النسب. كذلك أخوها من الرضاع لا يتولى نكاحها، وإنما يتولى أخوها من النسب، وهكذا. نعم. وأولاده وإن سخلوا أولادهما، يعني يثبت التحريم على الرضيع وعلى فروعه، على الرضيع وعلى فروعه مهما سهلوا، يثبت عليهم حكم الرضاع على الرضيع وعلى فروعه، وعلى الأم ومحارمها، وعلى الأب ومحارمه. نعم. وصار أبويه وآباؤهما أجدادهم وجداتهم من الرضاع. نعم. وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته من الرضاع. نعم. وإخوة الرجل وأخواته وأعمامه وعماته، لقوله سبحانه: وأمهات اللاتي أرضع لكم وأخواتكم من الرضاعة. هذا بنص القرآن، جعل الله من المحرمات في النكاح الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة، وبقية المحرمات في الرضاعة
يؤخذ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تحرم الولادة ما تحرم تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. هذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني حرام عليكم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم حرام عليكم نكاحهن، وأخواتكم من الرضاعة حرام عليكم نكاحهن. نعم. نص على هاتين المحرمات فدل على ما سواهما. نعم. وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. ما يحرم من الولادة. نعم. وحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة، متفق عليه. حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أخوه من الرضاعة أيضا. فلما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ابنة عمه حمزة، قال: لا تحل لي، ابنة أخي من الرضاعة، يعني حمزة رضي الله عنه. نعم. وروت عائشة أن أفلح كان يقول: اللهم استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا أذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخ أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعني امرأة أبي القعيس. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أخي. قال: عائشة رضي الله عنها كانت رضعت من زوجة رجل يقال له أبو القعيس، فصارت هذه المرأة أما لعائشة من الرضاعة، وصار أبو القعيس أباها من الرضاعة. جاء أخو أبي القعيس أفلح يريد أن يستأذن على عائشة لأنها بنت أخيه من الرضاعة، فيكون عماً لها من الرضاعة. فعائشة رضي الله عنها توقفت وقالت: إن أفلح لم أرضع من زوجته، وإنما رضعت من زوجة أبي القعيس. فتوقفت عن الإذن له حتى استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: إئذني له، فإنه عمك من الرضاعة، تربت يداك. فدل هذا على أن إخوة الرجل الذي له اللبن يكونون أعماما للرضيع كإخوته من النسب. نعم. نعم. مسألة متفق عليه. استدلوا بهذا على أن العم من النسب يكون من المحارم، لأنه لم يذكر في الآية في سورة النور، قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن، فلم يذكر العم في الآية. بعض العلماء استشكل هذا وظن أن العم ليس من المحارم، لكن حديث أبي القعيس هذا إذا كان هذا في الرضاع فالنسب من باب أولى. نعم. ولأن اللبن حدث للولد، والولد ولدهما، فكان المرضع بلبنه ولدهما. نعم. مسألة. الحاصل أن القاعدة أن من أرضعت طفلا في الحولين خمس رضعات فأكثر صار ابنا لها وابنا لمن له اللبن بوطء أو حمل، وصارت محارم المرضعة محارم للمرتضع، وصار محارم من له اللبن وهو زوج المرأة المرضعة محارم للرضيع أيضا. هذه هي القاعدة. نعم. مسألة.
مسألة فيحرم عليه، يعني على المرتضع كل من يحرم على ابنها من النسب لذلك. نعم. فيحرم عليه يعني على المرتضع كل من يحرم على ابنها من النسب لذلك. نعم، ابنها من الرضاعة كابنها من النسب سواء، فكل من يحرم على ابنها من النسب من أقاربها فإنه يحرم على ابنها من الرضاعة سواء، كأخواتها وعماتها وخالاتها إلى آخره. نعم. مسألة، وإن أرضعت طفلة صارت بنت لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب لذلك. إذا أرضعت طفلة صارت بنتا لها وبنتا لزوجها الذي له اللبن، فتحرم هذه البنت، تحرم هذه البنت على كل من تحرم عليه بنتها من النسب، تحرم بنتها من الرضاعة على كل من تحرم عليه بنتها من النسب، كأبنائها و إخوتها وأعمامها وأخوالها إلى آخره، لا يجوز لهم أن يتزوجوها لأنها مثل بنتها من النسب سواء. نعم. مسألة، الرضاع المحرم ما دخل الحلق من اللبن. نعم. الرضاع المحرم ما دخل الحلق من اللبن، ما دخل الحلق من اللبن سواء كان نص الثدي مباشرة أو أنه سقي الطفل من إناء، حلبت المرأة في إناء أو في رضاعة وسقيت للطفل، فلا يشترط أن يرضعه من الثدي، بل المهم أن اللبن هذا يصل إلى جوفه، إلى جوفه بأي وسيلة كان، فإذا وصل إلى جوفه سواء بالمص من الثدي أو بالسقي بأن أسقي إياه أو سعط إياه عن طريق الأنف أو عن طريق الفم كالوجور، لأن الوجور معناه أنه يجعل في فمه شيء ثم يصب الحليب أو الشراب حتى يذهب إلى جوفه، والسعوط يكون من الأنف، يصب باللبن من الأنف ويذهب إلى جوفه، فإذا وصل اللبن إلى جوفه فهذا مثل الرضاع تماما. نعم، سواء رضعه أو مصه أو أسقي إياه أو سعط به. نعم. مسألة، والرضاع المحرم ما دخل الحلق من اللبن سواء دخل ارتضاعا من الثدي أو وجور أو صعود محضا كان أو مشروبا إلى الجسد. الوجور في الفم بأن يوضع شيء في فمه، يفتح فمه، يوضع حديدة ولا خشبة في فمه ثم يصب فيه اللبن، هذا الوجور. أما السعوط فهو من الأنف، صب من الأنف. نعم، لأن الأنف منفذ إلى الجوف. نعم. محضاً كان أو مشروباً، محضاً يعني خالصاً، لبناً خالصاً، أو مشروباً يعني مخلوط مع ماء أو مع غيره، فهو يحرم. نعم. محضاً كان أو مشروباً إذا لم يستهلك، إذا لم يستهلك يعني يصير اللبن قليل، نسبة اللبن قليلة لا وجود لها، يكون الغلبية للماء أو للخلط الآخر، فهذا لا حكم له. أما إذا لم يستهلك الخلط، صار اللبن ظاهر مع غيره، فإنه يحرم. نعم. والوجور أن يصب اللبن في حلقه فيحرم، يحرم لأنه يغذي، لأنه يغذي اللبن إذا وصل إلى الجوف يغذي بأي وسيلة، حتى ولو حقن عن طريق الحقن المعروف الآن بالمغذيات، يعني جعل في مغذي وجعل في الوريد صار يذهب، إن كان هذا معروفا عند الأطباء فإنه يعتبر مثل الذي يوضع في الفم يصل إلى الجوف، لأن الأنف منفذ إلى الجوف، إذا صب في الأنف شيء راح إلى الجوف. نعم. وعندما
التحريم بهما لأنهما ليسا للرضاع؟ لا، الأول هو الصحيح، لأنه رضع ويغذي. فرضنا أن الطفل أبى أن يرضع أو كان مريض ولا يستطيع الرضاع، فوصل اللبن إلى جوفه بوسيلة طبية، فهذا يقوم مقام الرضاع، يقوم مقام الرضاع. ليس المقصود هو المص فقط، المقصود هو التغذي بهذا اللبن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنشز العظم، وهذا ينشز العظم. نعم. وأما النشوف فهو كالمهد في نشر الحرمة إذا كانت صفات اللبن باقية. نعم. فيشرب في ماء كثير لم يتغير به لم يحدث التحريم، لأن هذا لا يسمى لبنا مشروبا، ولا ينشر عظما، ولا ينبت لحما. إذا كان نسبة اللبن قليلة مع المخلوط صارت الغلبة لغير اللبن، لا يعتبر هذا، لأنه لا يسمى لبنا. أما إن كان العكس، اللبن ظاهر مع الخلط، فإن هذا يسمى لبنا فينشر الحرة. نعم. وقال أبو بكر: قياس قول الإمام أحمد أن المشروب لا ينشر الحرمة لأنه وجوع. نعم. قال أبو بكر: وقال أبو بكر قياس قول الإمام أحمد أبو بكر، المراد به أبو بكر غلام الخلال، أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال صاحب المجموع، سمي غلام الخلال لكثرة ملازمته له، لازمه ملازمة تامة حتى صار كأنه غلاما له، يعني كأنه خادم له، سمي غلام الخلال. نعم. يعني على الرواية التي مرت أن الوجور والسعوط لا يثبت الحرمة، فكذلك المشوب من باب القياس على قول أحمد، لكن صحيح أنه ينشر الحرمة لأنه يغذي، وما دام يغذي فإنه ينشر الحرمة. نعم. وقال أبو حامد: إن طلب اللبن خلطه، وإن طلب خلطه لم يحرم، لأن الحكم للأغلب ويجوز للمغلوب. هذا الذي سبق. نعم. هذا إذا لم يغلب صار مستهلكا ضائعا، أما إذا غلب هو صار يطلق عليه لبن. نعم. والأول أصح، لأن ما تعلق به الحكم غالبا تعلق به مغلوبا كالنجاسة والخمر. المهم حصول النفع والتغذية، هذا هو المهم. نعم. مسألة: ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة. لا يحرم الرضاع يعني، ولا يحرم الرضاع إلا بشروط ثلاثة: أن يكون في الحولين، وأن يكون خمس رضعات معلومات. نعم. مسألة: ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون لدى المرأة في حياتها أو بعد موتها. هذا الشرط الثالث، أن يكون لبن امرأة، فإن كان لبن رجل والرجل له لبن يقولون نعم يصير له، أحيانا يصير له لبن، ولو رضع من رجل ما حرام، أن هذا ما جرت به العادة ولا يغذي، ما جرت به العادة ولا يغذي، فيشترط أن يكون لبن امرأة. نعم. لو ثاب للرجل يعني ظهر له لبان يحصل هذا. نعم. أرضع به طفلاً لم يتعلق به تحريم لأنه لم يخلق ببداء المولود، فلم يتعلق به تحريم كنبل البهيمة لأنه لا يغذي. نعم. ولأنه لا تسبب به الأمومة بل قوة الأولى. نعم. بخلاف لبن المرأة فإنه خلق من وداء الولد اللبن يثوب للمرأة بأحد أمرين، إما بالوطء وإما بالحمل. الوطء قد يدر اللبن،
وكذلك الحامل من باب أولى يدر اللبن. نعم. ولأن لبن النساء خلق لتغذية الأطفال فيدخل في حروم قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. نعم. وعنه لا يشعر الحرمة لأنه ذلك أشبه لبن الرجل لأنه لم تجد عادة به. نعم. أعيد العبارة. وعنه لا قبل. فلو تاب للرجل لبن فأرضع به طفلا لم يتعلق به تحريم. نعم. لأنه لم يخلق من رجال المولود فلم يتعلق به تحريم كلبن البعيدة. ولأنه لا يحدث به حبوبة بل أخوة أولى. نعم. بخلاف لبن المرأة فإنه خلق من رجال الولد وتحدث به حبوبة سواء كانت فكرا أو طيبة لأنه أرضاع من الله فليس الحرمة كما لو كان له الولد. ولأن لبن النساء خلق لتغذية الأطفال يدخل في عموم قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. نعم. وعنه لا ينشر الحرمة لأنه ذلك أشبه لبن الرجل لأنه لم تجد عادة به. يعني لبن البكر، يصدر لبن البكر. الصحيح أنه ينشر الحرمة ولو كان لبن بكر لم تلد. نعم. لأنه غذاء يغذي، لبن امرأة يغذي ولو كانت بكرا. نعم. لأنه لم تجد عادة به لتغذية الأطفال أشبه لبن الرجال. وأن ارتضع من امرأة بيته نشر الحرمة كما لو ارتضع من حية. يعني لو كان الميتة في ثديها لبن ورضعة هو مثل الحية سواء، لأنه يغذي فيكون ابنا لهذه الميتة وابنا لمن له اللبن من الرجال. نعم. مسألة. أما لبن البهيمة فلا يحدث الحرمة. فلو ارتضع طفلان من بهيمة نقول لولا أخوة صاروا أخوة. لا، لبن البهيمة لا ينشر حرمة. نعم. أما لبن البهيمة فلا يحدث الحرمة. فلو ارتضع طفلان من بهيمة لم يصيرا أخوين. وقال بعضهم يصيران أخوين فليس بصحيح، لأن هذا اللبن لا يتعلق به تحريم الأمومة. لو كان هذا صحيح الكلام صاروا الناس كلهم أخوة، صاروا الناس كلهم أخوة، لأن الآن ما في رضاع نساء في الغالب، ما فيه إلا رضاع بهائم. على هذا يكون الناس كلهم أخوة، أمهاتهم بقر هولندا ولا. نعم. وليس بصحيح، لأن هذا اللبن لا يتعلق به تحريم الحمومة فلا يتعلق به تحريم الأخوة. نعم. لأن الأخوة فرع على الحمومة. ولأن البهيمة دون الآدمية في الحرمة ولبنها دون لبنها في غذاء الآدمي فلم تتعلق الحرمة به. نعم. مسألة. فإن كان لبن الأنثى محكم لم يحدث به التحريم. هذا تقدم لنا لبن الرجل وبقي لبن الخنثى المشكل، لأنه ما يدرى هو امرأة ولا رجل. الخنثى المشكل هو الذي لا يدرى هل هو من الرجال أو من النساء. هل يغلب عليه جانب النساء إذا صار له لبن وأرضع يصير ينشر الحرمة تغليبا لجانب الأنوثة، أو يغلب عليه جانب الرجال فلا ينشر حرمة؟ هذا محل إشكال. نعم. مسألة. فإن كان لبن الخنثى محكم لم يحدث فيه التحريم لأنه لم يثبت كونه في الماء. يعني يغلب جانب الذكورة. نعم. فلا يثبت التحريم مع الشك. نعم. الشرط الثاني أن يكون في الحولين بقوله. انتهى الشرط الأول وهو أن يكون من امرأة، يخرج بذلك لبن الرجل ويخرج بذلك لبن البهيمة ويخرج بذلك لبن الخنثى المشكل، كل هؤلاء لا يحرم لبنهم. نعم. الشرط الثاني أن يكون في الحولين بقوله سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالرضاع في بعد الحولين لا حكم له، لا حكم له.
وهو ما يسمى رضاع الكبير. هذا عند جماهير أهل العلم. ولكن لما كان سالم مولى أبي حذيفة يدخل على زوجه زوجة سالم تحرجت من ذلك، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بهذا الشأن، فقال لها أرضعيه تحرمي عليه، فأرضعت سالما رضي الله عنه، فصار يدخل عليها وصار محرما لها. فالعلماء اختلفوا في هذا، فبعضهم يقول هذا خاص بسالم، هذه قضية عين خاصة بسالم فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الرضاعة من المجاعة، وهذا ليس للمجاعة. ويقول جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. فالأدلة تدل على اشتراط أن يكون في الحولين. وأما قصة سالم هذه فهي قضية عين لا حكم لها. وبعض العلماء يقول لا، هذا يحرم، لأن سالم حرم على زوج أبي حذيفة وصار محرما لها فهو عام. شيخ الإسلام بن تيمية اختار هذا ويقول إذا حصل حاجة وضرورة، إذا حصل حاجة وضرورة إلى إرضاع الكبير مثل حالة سالم مولى أبي حذيفة فإنه يحرم، وليس خاصا بقضية سالم، بل هو يستعمل عند الضرورة. ولكن الجمهور على أنه لا حكم له، هذا لا حكم لقصة سالم هذه، وأنها قضية عين خاصة. وهذا هو الصحيح، صحيح أنه الرضاع الكبير لا يحرم بوجه من الوجوه، وأما قضية سالم فهي قضية عين وهي خاصة. نعم. الشرط الثاني، نعم، الشرط الثاني أن يكون في الحولين بقوله سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال حولين كاملين ثم قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، دل على أن تمام الرضاعة إلى حولين فقط. نعم. فجعل تمام الرضاعة حولين يدل على أنه لا حكم فيما بعدهما. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فتغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه بقي منك الرضاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن إخوانكن فإن الرضاعة من النجاعة من المجاعة، فدل على أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان وقت مجاعة الطفل يوم أن كان لا يأكل الطعام، أما بعد أن صار يأكل الطعام فإنه ليس عنده مجاعة. نعم. وعن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم إلا ما فتح الأمعاء وكان قبل الإفطار. وهذا أيضا يدل على حصر الرضاعة في الحولين ما كان قبل الفطام، فإذا فطم الطفل فإنه لا حكم لرضاعه بعد ذلك، أنه رضاع ليس له حاجة. نعم. الشرط الثالث أن يأخذ 5 رضعات نصاب، هذا نصاب الرضاع 5 رضعات فأكثر، فإن كان دون 5 فإنه لا يحرم. هذا الصحيح من المذهب وعلي عن جماعة من الصحابة. وعنه أن قلبه رضاع وكثيره يحجم قوله وامرأتكم ذاتي أرضعنكم وأمرأتكم والرضاعة. نعم، هذا محل خلاف، منهم من يرى أن مطلق الرضاع يحرم لعموم الآية أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ولم يحدد، ومنهم من يرى أن الثلاث يحرمنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، فمفهومه
أن ما زاد على الثنتين يحرم، ولا المصة ولا المصتان، مفهوم أن ما زاد على المصتين يحرم وهو الثلاث. هذا رأي لبعض الأئمة. والرأي الثالث هو الخمس، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو المفتى به الآن. المفتى به الآن هو هذا لحديث عائشة. نعم. ولم يشترط عددا. نعم. ولأنه فعل يتعلق به تحريم المؤكد فلم يعتبر فيه العدد كتحريم أمهات النساء. نعم. وعنه لا يثبت التحريم إلا لثلاث رضعات لقوله عليه السلام: لا تحرموا المصح ولا المصحات. رواه عائشة. مفهومه أن الثلاث يحرمنا، مفهوم العدد أن الثلاث يحرمنا. نعم. وروي عن أم القرن بنت الحارث قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرموا الإملاجة ولا الإملاجتان. رواه مسلم. والإملاجة معناها المصة. نعم. ووجه الرواية الأولى ما روي عن عائشة عن سهلة بنت سهيل. الرواية الأولى وهي خمس رضعات. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: سهلة بنت سهيل بن عمرو، هذه زوجة أبي حذيفة. نعم. سهلة بنت سهيل بن عمرو هي زوج أبي حذيفة التي أرضعت سالما مولى أبي حذيفة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أرضعي سالما خمس رضعات فيحرم بدبنها. نعم. وروي عن عائشة أنها قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. رواه مسلم. يعني فالخمس توفي الرسول وهي باقية لم تنسخ، فيكون العمل عليها. نعم. ومفهومها مفهومها أن ما دون الخمس لا يحرم. نعم. والآية تقول بها: والسنة فسرت الرضاعة المحرمة. يعني الآية المطلقة: وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذه إطلاقات تقيد بالأدلة الأخرى. وحمل المطلق على المقيد هذا معروف عند أهل العلم. نعم. فيقيد بخمس. نعم. وصريح ما رويناه يخص مفهوم ما رووه. نعم. فيجمع بين الأخبار بحملها على الصريح الصحيح الذي رويناه، يكون مفسرا للآية والحديث. نعم. مسألة: ولد الفحل محرم، فإذا وقع المرأة لبن الفحل. ما هو لبن الفحل؟ الفحل هو الزوج، زوج المرضعة، سمى الفحل زوج المرضعة، وهو الذي ينسب إليه اللبن يحرم. فلو كان له زوجات، لو كان له أولاد من زوجات أخر حرمنا على الرضيع، لأنهن إخوته من الأب، إخوته من الأب في الرضاع. هذا معنى الفحل. نعم. وفي خلاف بين العلماء، فيه من يرى أن التحريم لا ينتشر على الأب وليس فيه لبن فحل، لكن صحيح أن لبن الفحل يحرم. نعم. لقصة أبي القعيس قال عمك من الرضاعة، هذا دليل على أن لبن الفحل يحرم. نعم. نقف عليه. فضيلة الشيخ،
لماذا قيد المؤلف رحمه الله الإماء بأربع رغم عدم المقيد وإطلاق الآية وآية النكاح هي بالحرة؟ نكاح الإماء على قسمين، نكاح بملك يمين هذا لا حد له، يطأ بملك يمينه ما شاء. والقسم الثاني نكاح الإماء بعقد، عقد نكاح وليس بملك يمين، هذا يحدد بأربع قياسا على نكاح الحرائر. نعم، فالسائل كان ما تنبه إلى المقصود وظن أن التقييد لملك اليمين، ملك اليمين ليس فيه تقييد، يطأ من الإماء ما شاء إذا ملكهن، لا يتقيد بأربع مملوكات إذا كنا ملكا له. أما إذا عقد على أمة أو على إماء فيتقيد بأربع، لأنه إذا قيد في الحرائر فتقييده في الإماء من باب أولى، لأن الإماء ما أبيحت إلا عند الضرورة. نعم، إذا كانت الحرائر تقيد بأربع فالإماء من باب أولى، لأن نكاحهن نكاح ضرورة. نعم. فضيلة الشيخ، الرضاع بواسطة الوجوه والصعود أو البضاعة الصناعية كيف تحسب فيه عدد البضاعات المحرمة؟ المصات، تحسب بالمصات. نعم. فضيلة الشيخ، فسر القول بعدة تفاسير. ما هو معناه أنه بالوجور يصب الحليب على طول ويخلط ثاني يشرق الطفل، لكن شيء فشيء كل صبه تعتبر رضعه، صب شيء يسير ثم اذا راح صبوا ثانيه ثم اذا راح صبوا ثانيه، هو بيصب جميع، لو صب جميع هلك الطفل. نعم، الواجب ان انكم يكون عندكم تصور للاشياء. نعم. فضيلة الشيخ، فسر القول بعده تفاسير ومنها تفسير ذكر في كشاف القناع بأنه قصور النسب عن تزوج حرة، نأمل البيان. الطول هو الغنى، هذا هو الأصل. قال الله سبحانه وتعالى ذو الطول يعني الغنى، غافر الذنب وقابل التوب ذو الطول، وهو الله سبحانه وتعالى، أي ذو الغنى المطلق. والمراد بالطول هنا في كتاب النكاح المراد به المهر. نعم. قضية الشيخ، ما حكم وقت الأمة أن التي هي ملك اليمين إذا كانت مشركة؟ الآية مطلقة، أو ما ملكت أيمانكم، الآية مطلقة. نعم، فمقتضى الآية أنه لا بأس به بملك اليمين، إنما الذي يحرم العقد عليها، لمن يريد أن يتزوج أمة اشترط أن تكون مؤمنة على الصحيح كما مر بكم. نعم. فضيلة الشيخ، ذكر الشارح للمقنع أنه يثبت تحريم المصاهرة بالوطء في القبل والدبر سواء كان الوطء بالحلال أو بالحرام، نأمل شرح هذه العبارة وبيان الراجح. وهل علماء الحنابلة يقصدون بالوطء الحرام الوطء في الذبر او شيئا اخر غير الزنا؟ نعم، المذهب ان الوطء يحرم، يحرم سواء كان حلالا او حراما، فاذا وطئ امراه حرمت عليه امها، حرمت عليه بنتها، هذا المذهب. لو زنا بها، لو وطئها بزنا أو بشبهة، فإن هذا يحرم أمها ويحرم بنتها كما يحرمه الوطء المباح، لأن الكل وطء واستمتاع. لكن القول الصحيح أنه لا يحرم إلا الوطء الشرعي المباح، أما الحرام فإنه لا يحرم لأنه لا اعتبار له في الشرع، ولأنه ملغى ومهدر، والحرام لا يحرم الحلال كما يقولون. نعم، هذا هو الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ، ذكر الحنابلة رحمه الله أنه يكره أن يستودع لولده حمقاء أو سيئة الخلق أو بهيمة، وذكر فيه حديث مرفوع رواه أبو داود
نعم هو كذلك يقولون يكره أن يسترضع امرأة سيئة الخلق أو شوها أو دابة أو بهيمة، لأن هذا يؤثر على الطفل وعلى أخلاقه، يؤثر على أخلاق الطفل. إذا رضع من امرأة حمقى أو امرأة فيها مرض وراثي فإن هذا يؤثر على الطفل، وكذلك البهيمة، لأنه إذا أرضع من لبن بهيمة يكتسب من أخلاق البهائم البلادة وعدم الفطنة والانتباه، فيؤثر هذا على أخلاق الرضيع. لذلك ينبغي أن يختار للإرضاع المرأة الطيبة الحسنة الخلق السليمة من الأمراض، وكذلك يتجنب لبن البهائم. نعم. هل يحرم لبن الأنثى المشكل؟ سمعت الخلاف فيه، إن غلب فيه جانب الأنوثة حرم، وإن غلب فيه جانب الذكورة لم يحرم. نعم. قضية الشيخ، ما هو الراجح في مسألة وقت الأختين الأبتين جميعا؟ هل هو المذهب القائل بالتحريم أم رواية الجواز؟ هذه المسألة تنازعها نصان. قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، هذا فيه عموم يعم الأختين وغيرهما فيقتضي الإباحة. وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، هذا أيضا عموم يعم الأختين بالعقد والأختين بملك اليمين. والعلماء مختلفون في هذه المسألة لتعارض الأدلة فيها، وعلى كل حال الاحتياط والخروج من الخلاف أولى. نعم. فضيلة الشيخ، هل الأم تمتنع عن إرضاع ابنها؟ ولهذا يقول عثمان رضي الله تعالى عنه، يقول أحلتهما آية وحرمتهما آية، يعني الأدلة متجاذبة في هذا، تجنب الخلاف وتجنب الشبهة ما في شك أنها برأة للذمة. نعم. فضيلة الشيخ، هل الأم تمتنع عن إرضاع ابنها وهي ما زالت زوجة لأبيه لرغبتها في أن يرضعه من غيرها لقلة الحليب عندها أو محافظة على صحتها، وهل لو أرضعت تبلغ الكثرة؟ قلنا هذا، قلنا إن كان الطفل بلغت به الضرورة ولا هنا أحد يرضعه إلا أمه فإنها تجبر إنقاذا له من الهلاك، أما إن كان هناك مرضعات فإنها لا تجبر على إرضاعه، لا تجبر على إرضاعه، وإنما هذا راجع إلى اختيارها، وكونها ترضعه أولى وأحسن، لكن الإجبار لا. وإذا أرضعته فلها أن تطلب الأجرة لأنها من النفقة، والنفقة واجبة على الأب لا على الأم، لكن لا تعلمون النسب هذا الشيء. هنا قضية الشيخ، الحمير ما فيه إرضاع لا تلا ولا تلا، ما فيه إلا من لبن البهائم. نعم. قضية الشيخ، مع أن الأطباء يعقدون ندوات وينشرون بحوث في أن رضاع الأم هو الأصل وهو المفيد وهو، لكن ما من مجيب ولا مستمع. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان الحليب مخلوطا بحليب امرأة أخرى، فهل يحرمهما جميعا أم الحكم للحليب الأكثر؟ حكم للأكثر، حكم للأكثر الغالب. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.